مرحله الثبات الانفعالي. اوكي ماشي، جاهزه لها؟ اه ثبات الايه؟ الثبات الايه؟ الانفعالي. ايوه كده، تعجبيني تعجبيني يا شيو، انت عارفاني انا نجم الزواحف. لا لا لا، رحمه امك. انا ما رضيتش اجيب لك الحرش الكبير. رحمه امك، انا بحلفك برحمه امك. طب انتصار ايه؟ انا اسفه. اقول انا اسفه انتصار. انا اسفه انتصار. أيوة رحمه امك تشيلها. ورحمة امك يا رامز. انا حلفت. انا اسفه انتصار. انا حلفت. انا اسفه انتصار. انا حلفت. انا اسفه انتصار. والله قلت لها تعالي. طب انا اسفه انتصار. ورحمه امك تشيلها. طب بص، انا عايز اقول لك على حاجه. اعتبريها توك حطها. انا بحلفك والله العظيم هيجي لي فوبيا. ورحمه امك يا بنت توكا. ورحمه امك يا بنت توكا. انا بحلفك يا بنت توكا. ورحمه امك. ضفدعه مسكينه غلبانه. انت عارفه في اليابان بياكلوها. فقره الترند. ماشي، فقره الترند. طبعا بعد الحلقه دي، الحلقه دي طبعا هيقول لك انا بتنمر عليكي والحاجات اللطيفه. لا لا براحتك. انا بقول لاي حد، انا بقول لاي حد بيقول على رامز، بيقول على رامز انه بيتنمر عليا، انه بيتنمر عليا. نمرني يا رامز. نمرني يا رامز. يلا نمرني يا رامز. نمرني. ايوه نمرني كمان. نمرني كمان. رامز جلال نجم التيك توك. ايوه ده عقله راح منه وعيفك. ايوه يخرب بيت دماغك يا رامز. ايوه سقفه جامده يا معلم. يا ماسك سقفه جامده يا ماسك. استنوني في رمضان في برنامج رامز نيفر اند على ام بي سي. الله يا شيخ، انت ما بتخلص. يخرب بيت كده.